بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج ساب 2000. في الحلقة دي عايزين ندخل على البرنامج بلاطة هولو بلوكس سلاب او ريبد سلاب، بلاطة ذات الاعصاب. في عندي في البلان ده باكية بلاطة 8 في 8 اللي هي هنعملها 2 واي سلاب، وفي بلاطة 5 في 8 هنعملها 1 واي هولو بلوكس سلاب. الكمرات المحيطة بالبلاطات كلها سواء كانت داخلية او خارجية تخانتها نص متر، السيكنس بتاعها نص متر زي ما هو ظاهر عندي هنا. احنا واخدين قطاع في الانترنال بيم، ظاهر هنا هيظهر شكله تي سيكشن، وقطاع في الاكسترنال بيم هنا ظاهر ال سيكشن. مع وجود السوليد بارت يمين وشمال الكاميرا اللي هي الانترنال ديت، العرض بتاعه كله على بعضه متر من فوق، اللي هو هيبقى فلانجة بالنسبة للكاميرا الانترنال. بالنسبة للكاميرا الاكسترنال اللي هي هنا او هنا او هنا، واخدين سوليد بارت جنبها 25 سنتي، مع كمان عرض الكاميرا 25، يبقى الفلانجة فوق كلها نص متر. تخانة البلاطة الهولو بلوك بما فيها ارتفاع البلوك وتخانة البلاطة اللي هي الكفر سلاب، التخانة الكلية على بعضها 32 سنتي. حسبناها من الفرض المبدئي هنا، ان فرضنا التخانة كلها على بعضها بتاعت الهول بلوك سلاب بتساوي السبان بتاع البلاطة التوي الكبيرة ديت، السبان على 25، يبقى 800 على 25 يطلع 32 سنتي. شلنا منهم 7 سنتي بلاطة اللي هي الكفر سلاب اللي هي تبقى الكمبريشن فلانج بتاعت الاعصاب، وعملنا 25 سنتي ارتفاع البلوك، يبقى 7 و 25 يبقى 32 سنتي الارتفاع بتاع الهولو بلوكس سلاب كلها. عرض العصب هناخده 10 سنتي، الريب سبيسنج المسافة بين الاعصاب هناخدها 50 سنتي، يعني نص متر من السنتر تو سنتر بين العصب واللي جنبه. الهولو بلوك سلاب الهولو بلوكس اللي هي البلوكات، وزن البلوكات نفسها من غير اعصاب بيطلع 15 من 100 طن على المتر المربع تقريبا للبلوكات اللي هي ارتفاعها 25 سنتي، اللي هي احنا هناخدها في البلان ده. اللايف لود عندي جيفن 3 من 10 طن على المتر المربع، والكفرنج بوينت 15، والاحمال الحوائط الوولز اللي على الكاميرات 6 من 10 طن على المتر الطولي على الكاميرات الداخليه او على الخارجيه. ندخل على برنامج الساب، واول حاجه نعدلها هي الوحدات بتاعتنا، نخليها طن متر، ونعمل نيو موديل جريد اونلي، ونعمل عدد خطوط الشبكه في اتجاه اكس 0 وفي واي 0 وفي زد 0، ونعمل ايديت جريد وندخل خطوط الشبكه في النظام السبيسنج. اول مسافه عندي في اتجاه الاكس هي 8 وبعدين خلاص 0، هي باكيه واحده. في اتجاه واي في عندي باكيه 5 وبعدين باكيه 8 وبعدين ننهي بصفر طالما انا شغال في النظام السبيسنج. نسمي خط الشبكة هنا 1 و2 في الاكس، وبتاع واي نعمله وليكن A B C دول التلاتة. وفي اتجاه زد مش عايزين خطوط شبكة، نخلي البابل سايز بس هنا 0.6 نصغرها شوية، ونعمل اوكي. نقفل شاشة من الشاشتين دول ونجيب الاكس واي بلان في التانية. نعرف قطاع الكاميرات اللي عندي ديفاين فريم سيكشن، نلغي القطاعات القديمة دي. انا عندي هنا قطاعين، قطاع كاميرا داخلي هيبقى تي سيكشن، نعمل اد تي اد نيو بروبرتي. الماتيريال بتاعتي كونكريت، السيكشن بتاعي النيم بتاعه هنسميها بيم انترنال، والاوتسايد ستيم اللي هو الارتفاع بتاع الكاميرا كلها اللي هو الدبس كله على بعضه السيكنس كلها 0.5، والاوتسايد فلانج الفلانجه كلها من فوق متر، والفلانج سيكنس تخانه الفلانجه 0.32 قلنا 32 سنتي، والستيم سيكنس اللي هو التي ويب الويب بتاعي 25 سنتي. ده القطاع اللي عندي هنا اللي انا واخده في الانترنال بيم، عرضه 25 ومن فوق متر، والتخانه الكليه نص متر. نعمل كمان قطاع ال سيكشن اللي هو انجل اد نيو بروبرتي، الكونكريت ده الماتيريال بتاعت الكونكريت، السيكشن نيم هنسميه بيم
external الاوتسايد فيرتيكال ليج ارتفاع. الكاميرا دي مقلوبه بس هي تشتغل بنفس الانرشي او بنفس الاستيفنس. الاوتسايد فيرتيكال ليج الليج الارتفاع الكلي بتاع القطاع ده 0.5. الاوتسايد هوريزونتال ليج اللي هو العرض بتاع الفلانج 0.5 برضه. الهوريزونتال ليج سيكنس الرجل الافقيه ديت تخانتها قد ايه اللي هي تخانه الفلانجه اللي هي 0.32. والفيرتيكال ليج سيكنس اللي هو الرجل الرأسية اللي هي ظهر عند صغيرة جدا دي الرجل الرأسية دي الويب اللي هو عرضه قد ايه 0.25. كده احنا وصفنا قطاع ال سيكشن للكاميرات الخارجية. ونلغي القطاع اللي هو الدبليو 36×300 ده. نعرف كمان قطاع للأعصاب بتاعة البلاطات الوان واي اد تي سيكشن. دايما الأعصاب بنوصفها على انها تي سيكشن. الماتيريال بتاعتها كونكريت. السكشن نيم بتاعها هنسميه ريب وان واي. الاوتسايد ستيم اللي هو ارتفاع العصب كله 0.32. الاوتسايد فلانجه كلها دايما نص في الوان واي من السنتر تو سنتر بتاع الاعصاب نص متر لان هي عندي هيبقى كده. من السنتر وسنتر بين الاعصاب 50 سنتي. والعصب ده كونكريت هيتحط فيه سيخين حديد عرضه هنا 10 سنتي. السكنس بتاعه كله 50 سنتي 32 سنتي. دي هتبقى 32 وده كده 50 اللي هو من السنتر تو سنتر اللي هي الفلانج بتاعتي ديت 50. وديت 10. والسكنس بتاع البلاطه ديت 7 سنتي. ندخل المدخلات ديت للبرنامج. انا فاضل لي هنا الاوتسايد فلانج نص دخلتها. الفلانج سكنس 7 من 100 والستيم سيكنس هيبقى 1 من 10 اللي هو الويب. يبقى ديت 7 من 100 وديت العصب 1 من 10 اللي هي 10 سنتي. كده عرفنا القطاع بتاع البلاطه الوان واي. نعمل كمان تي سيكشن للبلاطه التو واي دي كونكريت. السيكشن نيم هنسميه ريب بتاع التو واي. الاوتسايد ستيم اللي هو ارتفاع بتاعي كله 0.32 برضو. الاوتسايد فلانج هندخلها ربع متر مش نص متر. دايما في التو واي هول بلوك سلاب بندخل العرض بتاع الفلانج نص. لو انا هوصفها في البرنامج ندخلها نص المسافة من السنتر تو سنتر. يعني انا مفروض ان في عندي عصب كله نص متر في التو واي بس في كمان عصب عمودي عليه في الاتجاه التاني كله نص متر. يبقى كل عصب هيشيل ربع متر. كل عصب هيشيل ربع متر مش نص متر. يعني لو انا عندي العصب ده كده من السنتر تو سنتر بين العصب وبين اللي جنبه نص متر. احنا هنخلي اللي هيشارك مع العصب ده هو ربع متر بس. ده هي الحته دي. يعني الفلانج بتاعتي هيبقى عرضها ربع متر بقيه الحاجات الباقيه هي نفس اللي دخلناها قبل كده في الوان واي ريب. الفلانج سيكنس 0.07 اللي هي 7 سنتي. والستيم سيكنس اللي هو عرض الويب 0.1. اللي هيفرق بس معايا في الوان واي عن التو واي هي الاوتسايد فلانج. بدل ما هي نص متر هتبقى ربع متر. ونعمل اوكي. كده عرفنا جميع الكاميرات والاعصاب اللي عندنا. نبدا نعرف قطاع البلاطه من ديفاين اريا سيكشن. المفروض ان انا هعرف قطاع بلاطه 7 سنتي
علشان احط عليها الاحمال وياخد وزنها. بس هو كده البرنامج هياخد الوزن اصلا من الكاميرات، لان انا حاطط الكاميرات كلها تي سيكشن وال سيكشن، سواء كان في الوان واي ريب او في التو واي ريب. حتى الكاميرات الخارجيه حطيت معاها برضو اوزان السوليد بارت او تخانات السوليد بارت وعضها في الفلانج بتاعتها. فكده البلاطه ملهاش وجود عندي، ملهاش لازمه انها تتحط، لان هو خد اوزانها خلاص مع الاعصاب بتاعتي. فانا هوصف مجرد بلاطه وهميه يعني عند القطاع اريا سيكشن 1 ده، هنعدله موديفاي ونخليه مثلا اسمه سلاب 0، والسيكنس بتاعها هنعمله 0.001، وفي البندنج برضه 0.001. دي كلها مجرد بلاطه وهميه علشان احط عليها احمال الكفرنج واحمال اللايف لود واوزان البلوكات اللي هي 0.15 طن على المتر المربع، ده كله في الديد لود. واللايف لود هنحطه في حاله لوحدها اسمها ايه؟ اللايف لود. يبقى البلاطه دي بلاطه وهميه لان انا خدت احمالها قبل كده، فانا مش عايز تخانه احطها ليها. نعمل اوكي. كده عرفنا كل القطاعات سواء كان بلاطات او كاميرات. نبدا نرسم الكاميرات الخارجيه من هنا درو فريم، ونجيب الاكسترنال بيم ونرسم هنا الكاميرات ديت. والكاميرا الانترنال بيم، البيم الانترنال نرسمها برضو هنا. بعد كده عايزين نرسم الاعصاب، نطلع من الامر ده وندخل هنا على امر اسمه درو سكندري بيمز، بيرسم كاميرات ثانويه او اعصاب صغيره بين مجموعه كاميرات مرسومه او بين مجموعه خطوط شبكه. نجيب درو سكندري بيم. انا عايز ارسم الاول الكاميرات اللي هي الاعصاب اللي هي في الوان واي. بيقول لي عايز المومنت ريليز بتاعها، هل هي بند ولا كونتينوس؟ بند يعني هيعملها مفصلات، او انه هيعمل انترميديت هينجز على اولها وعلى اخرها، يعني مش هتشيل عزمه تبقى سيمبل بيمز. لا، انا هعملها كونتينوس علشان انا عايز البلاطه التو واي تبقى كونتينوس مع البلاطه الوان واي في الاتجاه ده، في اتجاه واي نعملها كونتينوس. ونختار القطاع بتاعنا ريب بتاع الوان واي، ونختار السيستم بتاع الرسم بتاعي بالنظام اللي هو السبيسنج، بالنظام السبيسنج بدل ما اختار بالنظام الماكسيموم سبيسنج اللي هي المسافات، هشتغل بالنظام النمبر اوف بيمز. النمبر اوف بيمز بيقول لي دخل لي عدد الكاميرات، النمبر اوف بيمز اللي هي اللي انا عايز ارسمها. انا عايز اضغط كليك في النقطه دي كده يضغط لي ايه، يرسم لي كام كاميرا. نعمل اندو، لان انا كده مختار ثلاثه بس. اندو. انا عايز اعمل كام كاميرا في المنطقه ديت، او كام عصب في المنطقه دي. البحر ده طوله 8 متر، البحر ده طوله 8 متر. لو انا هعمل عصب كله نص متر، يبقى انا هيبقى عندي 16 قطعه. ال 16 قطعه هيبقى بينهم وبين بعض 15 خط او 15 عصب. فانا هعمل هنا 15، ونقول له الاورينتيشن بتاعي هي بارلل تو واي، يعني موازيه لاتجاه واي، يعني الاعصاب راسيه كده. او افرض انا عندي كاميرا مايله، وانا عندي كاميرا مايله كده، وعايز اعمل اعصاب عموديه عليها، في عندي خيار ثالث في المنطقه ديت في الاورينتيشن اسمه نورمال تو نير ايدج. يعني انا لو ضغطت جنب الخط اللي انا كنت راسمه من شويه ده، هيرسم الاعصاب عموديه عليه، او نرسمها في اكس او نرسمها في واي. فانا عايز ارسمها في اتجاه واي، ولو ضغطنا هنا كده يرسم لي 15 عصب، وما رسمش في البدايه ولا في النهايه، هو بيرسم في النص بس، في الباك اللي انا ضغطت فيها، ملوش دعوه بالحدود الخارجيه ما بيرسمش فيها. انا عندي دول 8 متر، يعني 16 قطعة، لو كل قطعة نص متر، ال 16 قطعة بينهم وبين بعض 15 خط أو 15 عصب رسمهم لي. عايز أرسم بقى في البلاطة ديت تو واي ريب. أهي نرسم هنا الريب اللي هو التو واي. طيب، هنا 8 في 8، البلاطة ديت 8 في 8، يعني أنا عايز أرسم أعصاب في اتجاه إكس وأعصاب في اتجاه واي. نرسم الأول الأعصاب اللي في اتجاه إكس. هي 15 عصب برضه. لو ضغطنا كده يرسم الاعصاب اللي في اتجاه اكس. نيجي نرسم الاعصاب اللي في اتجاه واي، نغير من هنا الاورينتيشن، بدل ما هو اكس نخليه واي. لو جينا نضغط
يروح جاي راسم الأعصاب اللي في اتجاه واي 15 قطعة. يبقى هو كده رسم الأعصاب في اتجاه اكس ورسم الأعصاب اللي في اتجاه الواي وكلها كونتينوس. بعد كده نرسم البلاطة اللي عندنا، نجيب كويك اريا السلاب زيرو اللي احنا وصفناها او عرفناها قبل كده ديت، نضغط بيها ضغط هنا بين اربع خطوط الشبكة دول، وهنا يرسم لي كده البلاطات بتاعتي كلها. لو عايز اشوفها نجيب هنا من علامة الصح دي، نجيب فيل اوبجيكتس بيظهر لي البلاطة ملونة. عايزين نقسم البلاطات مع الكاميرات المحيطة بيها او الكاميرات بتاعت الاعصاب اللي بتقطعها كمان من جوه. نختار المنطقة دي كلها كده بلاطات بكاميرات ونقول له قطع لي البلاطات مع الكاميرات المرسومة عليها. edit divide area divide area based on points on area edges، يعني بالحدود اللي موجودة عليها. ونختار من الخيارات الثلاثة دول ال intersections of selected straight line objects with area edges، يعني الأعصاب اللي بتيجي تمشي على البلاطة ديت والبلاطة مش متقطعة عندها وكده يبقى غلط، لا قطع لي البلاطة مع الخطوط اللي بتمر عليها من فوق. اوكي، هكذا هنيجي نختار اي بلاطة تلاقيها متقطعة حتة صغيرة نص في نص لوحدها ايه. بالنسبة للبلاطة دي اتقطعت برضو كل حتة قطعة لوحدها، بس لازم برضو تتقطع في الاتجاه التاني قطع صغيرة، ما ينفعش تدنها شغالة في اتجاه واي كده، لازم برضو نقطعها في الاتجاه التاني. نختار البلاطات ديت الطويلة دي ونقول له edit divide area باي نمبر، هي متقطعة في اتجاه اكس وتمام مش عايزين نقطعها، نخلي النمبر في اتجاه اكس بواحد زي ما هو، يعني نسيب القطعة قطعة زي ما هي. في اتجاه واي اللي هو الرأس ده الارتفاع ده 5 متر، فمثلا لو انا قطعت كل قطعة نص متر يبقى انا عايز 10 قطع، ونعمل اوكي. الآن اتقطعت وبقى كل حتة بقت قطعة لوحدها صغيرة. نحط بعد كده السبورتس، في عندي اعمدة هنا عند الاكسات دي، وفي عندي عمود كمان في النص هنا وعمود في النص هنا وعمود في النص 8 متر الكاميرا اللي في النص دي. كده دول 11 عمود، وهنا برضو مكتوب لي هنا 11 بوينت سيلكتد اهم. نعمل assign joint restrain hinged، وممكن برضو نعمل لهم previous selection ايه بي اس اللي بتجيب لي previous selection اللي هو اخر اختيار كنت انا مختاره، يرجعهم لي تاني واعمل لهم جروب اعينهم فيها assign to group، ونعمل add new group ونسميها مثلا ديت الجروب بتاعت الركايز علشان لو انا هعوزها بعد كده. اوكي، ونعينها بحيث في اي وقت انا لو عايز اختار الركايز بسرعة نجيب من select group ونختار السبورتس اللي انا عينتها قبل كده دي. وبكده نكون خلصنا توصيف للمنشأ، وباقي ان احنا نحط الاحمال. هنعمل حالة تحميل اسمها live load من define load cases، في الحالة الدد موجودة اهي. نعمل احنا حالة اسمها live والtype بتاعها نوعها live، السيلف ويلت ملتبلاير بتاعها بصفر. نعمل add new ونعمل اوكي. كده عندي حالتين تحميل. نختار البلاطات كلها ونعمل assign area load uniform shell. في حالة الديد هنحط اوزان البلوكات اللي هي 15% زائد كمان اوزان الكفرنج اللي هي المحارة والبلاط والعزل اللي هي 15%، يبقى التوتال ديد لود بوينت 3، بالاضافة كمان لوزن البلاطة احنا مدخل هو البرنامج هيحسبه لوحده مع اللي هي الفلانجة بتاعت الكاميرات والاعصاب، هو هيحسبها لوحدها. يعمل نعمل اوكي. نحط على البلاطات برضو كمان الساين اريا لود من فورم شيل. في حالة اللايف لود نحط اللايف لود اللي هو عندي جيفن في المسألة بوينت 3 ونعمل اوكي. كده عندي على البلاطة لو علمنا على اي بلاطة كده كليك يمين وجبنا اللود يقول لك في الديد لود بوينت 3 واللايف لود بوينت 3. باقي عندي احمال الكاميرات، نختار الكاميرات بتاعتنا اللي هي ديت،
دي كده الكاميرات الخارجيه، والكاميرا الفاصله في النص بينهم ديت. ممكن كنت اختارها بطريقه تانية لو انا عندي كاميرات كتير وهاخد وقت في اختيارها. نختارها بطريقه تانية، نجرب كده من قائمه سيلكت. سيلكت زي ما كنت بختار بجروب معينه، لا في عندي حاجه اسمها سيلكت، سيلكت باي فريم سيكشن. هقول له دور لي على الفريم سيكشن اهو اللي اسمها انترنال ولا اكسترنال ولا ريب 1 ولا ريب 2، يجيب لك جميع انواع السيكشنز الفريم سيكشن اللي عندك، يقول لك انت عايز تختار مين، تعلم له على الاكسترنال والانترنال الاثنين مع بعض كده وتعمل اوكي. كده هيبقى اختارهم لك لوحدهم بدون اي نقط ولا اي حاجه وبسرعه. لو في عندك كذا كاميرا يختار كل القطاعات اللي ليها نفس الاسم ده، ونعمل اساين فريم لود ديستريبيوتد، ونحط احمال الحوائط اللي هو مديها لي هنا 0.6، الوول على البيمز 0.6، نحطها في حاله الديد لود في اتجاه الجرافيتي. اوكي دي كده احمال الحوائط. بعد ما خلصنا المفروض ان انا هبدا احفظ الملف بتاعي باسم هولو بلوك مثلا. نعمل رن ونلغي حاله المودول ديت من دونت رن من هنا، ونعمل رن ناو، نلغي اناليسيس كومبليت اوكي، وارجع اشوف هنا الديفورمد شيب ونشوف شكل البندنج مومنت على الاعصاب من هنا فريمز المومنت 3 3. ده المومنت نتيجه الديد لود. لو انا عايز اخفي البلاطات من علامه الصح دي ونقول له نوت ان فيو اوكي. دي كده العزوم اللي عندي على الكاميرات الداخليه والخارجيه والاعصاب. الاعصاب برضو عليها عزوم لكن هي قيمتها صغيره نسبيا من عزوم الكاميرات، لان الكاميرا ديت عليها عزم 8 طن متر، والعصب ده عليه عزم 8 من 10 طن متر، فده عليه عزم بس قيمته صغيره بالنسبه لده فمش باين. فانا لو غيرت السكيل بتاع المومنت من هنا كده، السكيل بدل ما هو 2 من 100 نخليه مثلا 7 من 100، يظهر فيه عندي العزوم اهي. ولو ضغطت كمان كليك يمين على اي عصب من دول، كليك يمين يظهر لي العصب اهو عليه عزم موجب وعليه عزم سالب في النهاية. هنا في مشكلة ان الاعصاب اللي هي السيمبل بيم اللي في الاتجاه اكس ده طلع عليها عزم في النهاية سالب، مع ان هي سيمبل بيم، لان انا وانا بس ما كنتش غيرت الرب بتاعي من كونتينوس لبند. فالحل ان انا هروح جاي فاتح الحل تاني، افك القفل ده ونختار الكاميرات دي كلها ديت كلها، دي كلها سيمبل بيمز. نعمل اساين فريم ريليز زي ما كنا بنعمل في التراس، ونحرر المومنت في البدايه وفي النهايه، ونعمل رن تاني. نظهر العزوم برضو كده. لو جينا جبنا كاميرا من دول اللي هي الاعصاب الداخلية ديت، واجي اشوف العزم في البداية بصفر وفي النهاية بصفر، وفي العزم في النص 0.9 طن متر، لكن الاعصاب اللي هي ديت اللي هي الكونتينوس من الوان واي الى التو واي ديت اللي هي في اتجاه واي، هتلاقي عليها عزم نتيجة الكونتينيوتي. لو عندك كليك يمين على الممبر كده النقطة بتتحرك معايا بره، أنا بحركها هنا أهي، بادئ من الصفر من هنا، الحتة دي العزم هو صفر، بادئ عمال يزيد 0.3 0.24 وهكذا لحد لما يبدأ
يوصل عند نقطة التقاطع اللي هي داخلة على الباكية التانية اللي هي التو واي، العزم هنا 1.3 العزم السالب. لو عايز اظهر القيم نشيل الفيل دياجرام ونقول له شو فاليوز، يظهر لي على كل كاميرا القيمة بتاعتها. وممكن كمان نكبر الفونت بتاع الكتابة دي من اوبشنز بريفرنس دايمنشن تولرانس، والمينيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هي 3 نخليها 6، بدل ما هي 8 نخليها مثلا 12، ونعمل اوكي. كده القيم ظهرت اهي. العزوم هنا في البلاطات الوان واي 41% طن متر او 43% طن متر اقصى حاجة. بالنسبة للبلاطات التو واي العزم هنا اقصى حاجة 1.2 طن متر موجب في النص. المفروض ان انا هصمم الاعصاب في اتجاه اكس وفي اتجاه واي حسب العزوم، واعمل تشيك كمان على الشير 2-2. الشير بيطلع مقلوب بس مش هيفرق معايا، المهم عندي بالنسبة لي قيمة الشير مش اشارة الشير. انا تك تك يمين على العصب ده كده الاقي عندي الشير اهوت، اقصى شير 1.26 عند الركيزة بالظبط فوق الركيزة. بالنسبة للبلاطات لان انا مصغر الاستيفنس بتاعتها قوي، لو جينا ظهرنا العزوم بتاعتها شيلز M11 او M22 اجي الاقي البلاطة مختفية اظهرها. نجيب الاكس واي بلان، البلاطة تظهر لو جيت مشيت عليها كده يقول لي قيمة العزم هنا بصفر بصفر تقريبا بصفر. ليه؟ لان انا عامل ريليز للمومنت باني مصغر الاستيفنس بتاعتها جدا. بالنسبة للاحمال بتاعتي انا مدخلها ديد ولايف. لو انا عايز اطلع بقى العزوم واصمم بطريقه الليمت ستيت او الالتيميت، من ديفاين كومباينيشن ونعمل كومباينيشن او تجميع اسمها التيميت. الالتيميت دي مره ونص الديد لود زائد مره ونص اللايف لود، لان هنا اللايف لود اقل من 75% الديد لود. عندي اللايف لود 0.3 والديد لود فيه بلاطات وفي اعصاب وفي كاميرات وفي حوائط وفي عندي اوزان بلوكات كمان موجوده، فبالنسبه لي كده الديد لود هيطلع تقريبا اقل من نص كمان اللايف لود. يبقى الفاكتور بتاع الكود المصري 1.5 الديد زائد 1.5 اللايف هو اللي هنشتغل بيه هنا. اوكي اوكي. تعالى نظهر كده العزوم اللي على الاعصاب بتاعت الهولو بلوك في 3 دايمنشن، ونخفي البلاطات تاني. تظهر القيم ديت ديد. لو عايز اظهرها التيميت نختار من هنا التيميت، بدل ما هي 0.4 في الديد لود هيطلع العزم 93%، لان هو خد عزم الديد وخد عزم اللايف وجمعهم وضربهم في 1.5 وهكذا. كده نكون خلصنا توصيف وتحديد البلاطه الهولو بلوك سلاب على برنامج الساب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.